مرحبا بيك. هاي شختي هاش لاباس؟ والله الحمد لله الساعة. الحمد لله. قد منا روحك بشو؟ محمد الربيعي، أصلي كافي، توا نسكن في بنزرت، توا نخدم في سبيطار الاسمينات، فهمتني، من 2013 في الماترنيتي بالتحديد. ها؟ أنت كنت مقيم بالخارج؟ كنت في السياد قبل. قديش قبل؟ في 89. صارت معاك برشا مشاكل. صارت قصة لها مؤلف أنا، ما ممكن العالم الكرة الأرضية كي تعرف قصتي أنا ما تلقاها حتى عند واحد. نجم تحكينا؟ خرجت كنت في المترو، بعد خرجت للسياد على أساس خدمة ومضمونة مع ولد خالتي، كي مشيت غادي خدمت مع مقاول نلصقوا في التصاور في الأفلام مثلا، خدمت في ريستوران، بعد تعرفت على واحدة اسمها نينا. مشيت لفنلندا، رجعت نلقاها مقتولة، مازالوا يبحثوا فيا، خزر لي ولد خالتي. راه لقيتها مقتولة؟ هما لقاوها مقتولة. وبرشا قضايا ضد مجهول لبسهم لي أنا. أنت المرأة هذه خدمت معاها هكا ولا؟ لا معايا، روحت معايا في الدار، فهمتني؟ يعني مشيت لفنلندا، كي رجعت نلقاها مقتولة. تهموني أنا على أساس، فهمتني، واحد، وبرشا قضايا أخرى، لا فهمتني. يا أخي ولد خالتي قال لي برا روح لتونس، وأنا تو ما أنت خسرت خدمتك، كنت في المترو وكل شيء، تو نرجل لك أمورك. كي جيت انا نلقى الانتربورت لو جا لي، مشيت لايطاليا، مالطا، ليبيا، على اساس انا صغير باش ما نكذبش عليك، خدمت روحي، انا عشت في ليبيا عام ونص ما نجمش نعيش فيها، قدمت روحي هنا. نلقى روحي فهمتني روشيرشي، وعلموا السويديين على اساس ما شدوني، هبطوا هزوني الكاف تاع الداخليه لهنا، قالوا لي لا هذا يتبع فرق موقف الاجرام، تعديت للبوشوش. هي الحصيله بقيت ايامات في بوشوش، علموا السويديين، تعدوني ديريكت للرئيس محكمه. نورمالمون يبحثني على القضيه الاولى والثانيه والثالثه، المجهول كله لبسهم لي انا. ناخذ قدامي ويعطيني 30 سنة. 30 سنة حب. 30 سنة، 20 على المرأة و10 سنين أخرى على واحد يخدم بوليس. أنا فهمتني ما استقبلتش، خاطر ما بريء، مازالت الأبحاث جارية كل شيء، ديريكت حكمني. فهمتني، والرئيس مازال موجود حي، هاكا شدوه سارق، وهاكا كان في حي الغزالة، وكنت مسطر له بلون، هاكا ربي شاهد، غير ربي هاكا دخلت نخدم سيكوريتي في سبيطار الياسمينات، هاني لتو الحمد لله. هو ديجا زاد شدو سارق هاكا في بوسالم يبيع في عطريه، فهمتني، حكوا لي عليه. يعني تو فهمتني قاعد ما نكذبش عليك، هاني تو عندي بنيه كل شيء، رغم اللي ونلقى حرقه من غدوه نحرق، قاعد نخمم في كيفاش نحرق. يعني انت بقيت ما بقيتش 30 سنه؟ بقيت 21. بقيت 21. 21 اول مره في حياتي. وجات حتى لاختك تاع 21 كانت قبل هذيك، جات حتى للبرج عامري وتخبيت انا تحت باش خاطر وقتها خبوني، حبوا باش ما نحكيش شنو المسار في الحبس. قلت لهم ما تحكوليش لا على المربيت وعلى العوان شكون ظالم، انا نحب نحكي قصه حياتي. وحكيت معاه تاع 21 وقتها كانت قناه 21 طفله والله نسيتها، قص كوب مصوره وكل شيء. حكيت معاه على الوضعيه نتاعي، قالوا لي احكي لنا شنو، شكون ظالم المربيت ولا شكون ظالم العوان. قلت لهم لا تحكوا لي على المربيت ولا على العوان، عندي قصه نحب نحكيها وكاو احكي قصه حياتي. قالت لي تو نقفوا معاك. اجى 2012 تسيبت الحمد لله، خذيت صراح وانا بريء وتعديت في المسامح كريم. 20 سنه من وقتاش لوقتاش؟ عام قداش؟ من 90 حتى اخر 2012. ها؟ باش تعديهم مسيو هذوما؟ كيفاش نعديهم؟ والله يجي نكلمك حاجه، بالنسبه لي انا سبورتي. اصلا انت بريء معناها. ما تقبلتش من الاول، قرفت خيطت فمي بعلم الاعوان الكل، شربت الشامبو، هزوني الشرنكول، طلعت عيني، كشفت على عزرائيل، قدامي جا باش يحاسبني، عطاني فرصه اخرى، خرجت داروا بي الحبوسات الكل، ما يحبوش يكون يلعب الرياضه، مشيت للنظور، مشيت للرومي، مشيت للمهديه، مشيت لصفاقس، مشيت للموارد، درتها، فهمتني، على اساس ما عنديش مشاكل لا مع الاعوان ولا بيت. على فكره حتى جاني حتى الحاكم يقول لي برش وشد مثلا كبران كما تقولوا يقولوا هو، ما قلت له زيد لا خلي روحي نضيف مع المربوط ومع العوان، تو يعرضوني العوان يحسبوسوني، يعرضوني المربوط يبوسوني. مشكلتي ما تقبلتهاش من الاول، صحيح شربت الشامبوان، دبر عليه واحد قال لي راهو الشامبوان تحط الطابو للاخر في قرجومتك تشرب يتعدى لك، والله وقتها من الزهروني وطفل عمل لي دابوز الشامبوان شربتها، من بعد خلط لي في دابوز ومو، جيت في قلق روحي في شر نيكولا عيني طالعه، وصلت خيطت فمي وصلت قرفت، قال لك لا طبق عليك الحكم سيء. هيك جات الثورة الحمد لله، عديت 21 خرجت. براءة معني؟ والله خذيت وتعديت في المسامح كريم، وعندي اوراقي شدوا شكون قاتل، ما طفرت فيا، ما لا خذيت خدمة رسمي، لا خذيت تعويض، لا خذيت شيء، عديتهم ظلم.
21 هاكا ان شاء الله ربي نلقى حق يوم القيامه. الدنيا ما دايما حد وربي حاسب فينا والحمد لله. باش نكذب عليك فهمتني؟ هذا كان تجربه مريره والله. يجي كلمك بس خاصه واحد كيبدا بريء مش عامل وتلبس قضايا والسياد راهي ماهيش ظلمتني، راهي اللي ظلمتني البلاد مازالوا ما حكموا. السياد مازال تبحث وتونس ديالك تحاكمتني فهمتني؟ تو هما كانوا عطاو فرصه على الاقل للابحاث ومن بعد شد واحده في راسها وقال لك لا طبق عليك الحكم. يطبق عليه الحكم ما تعطيني 30 سنه عندي 21 ومن بعد نخرج للشارع لا خدمه لا دار لا شيء لا ام لا ابو لا كلهم ماتوا. ما ننقمش انا واحد من الناس فهمتني؟ يعني ما نكذبش عليك يعني تو انا تو اي تو ناقم ناقم واي خيط نلقاه حتى لاسرائيل نمشي باش ما نكذبش عليك. يا اخي شنو 21 من عمرك بعد يسيبك في الشارع يقول لك برا دور برا حاوس ما تنقمش انت. هي اي بشر جيب لي واحد مهبول قول له الحكايه ذي يقول لك ننقم. تعدي 21 بعد يقول لك صح حل عليك الباب نروح لا تلقى خدمه لا تلقى. وحكايه تتعلم صنعه كله كذب في كذب. راهو مش اللي جاي يتعلم صنعه ومش اللي جاي يدخلوا للمعمل. عندك خوك في فرنسا ولا ابوك في المانيا ولا اختك في امريكا ولا حاجه تكلف المدير ولا احد ويخرج. ثم بشر يتعلم صنعه في الحبس هو كله تتعلم. ربيد 100,000 مربوط ولا 80,000 مربوط تتعلم صنعه كلها تكذب. فماش فهمتني؟ عرفت كيش نعدي صحفظت على روحي نلعب سبور سيرتي باهي مع المربوط سيرتي باهي مع الحاكم ما عنديش مشاكل. عندي مشكله في قلبي مع قضيتي مع الظلم اللي نعيش فيه فهمتني؟ وحياتي كامله نترينا ومعروف يعرفوني العالم الدنيا كل تعرفني باش ما نكذبش عليك فهمتني؟ اي جا حل الباب برا روح. اي كي تحل الباب برا روح لا تعطيك مشروع لا تعطي رخصه. هاني الوالي هذا نتاع بن عروس نطلب منك يوم القيامه وكلم نهار تبارك اتصلت به قداش نمر فهمتني؟ اتصلت به قلت له عندي انا كوشك على اساس خذ ذو على الاقل خذ ذو يا خويا هاني اللي عندي انا خسرت ما عملت بهم كوشك. قالوا لي ابني بنيت 12 سنه كوشك مبني. انا ساعات مره واحد شراه للمراه خاطر ما عنديش باش نكري المراه في بنزرت انا نبات فيه خذ ذو فهمتني؟ يجوا يعطوك البونوات 500,000 400 واللي يعطوك فلوس واحنا يجي 60 واحد طب انا الواحد يعطوك البونوات يعطوك حتى شيء يعني تخدمك الكلب وتروح. شوف المسافه اللي نقطع فيها انا مخي معمر للاقصى درجه باش ما نكذبش عليك خاطر انا قصتي كنت عارف فيها الحقيقه 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 والله لا تلقاها في الكره الارضيه. والله العظيم ممكن قصتي انا تلقاها في الكره الارضيه. اما كل شيء بالظهر وشوفي العذاب اللي انا تعذبت وتو العذاب اللي قاعد نعمل فيه بنزرت كل يوم الياسمينات كل يوم بنزرت فهمتوا؟ ودوب ما خرجت قال لي يا رئيس الدائره برا باش يعمل كشك نعطيك رخصه. لا صحيح اللي عندي واللي مخبيهم انا قبل عملت بهم كوش قاعد لتو على خير ضو. نهار اتصلت به الوالي انا عاد واش العيد ما عنديش باش نشريه. عندي بني كل العيد وهي تبكي على عاد واش العيد باش نشريه. تشريه بالشهريه هذيا تشريها تعملها ترونسبور تشري بها فهمتني؟ يعني انت مشو بريسك خسرت عمرك في الحبس. رقم واحد ناقم في الكره الارضيه انا والله 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 لا نزيد عليك كلمه. اما قاعد نمشي بالدرجه بالدرجه خاطر تعذبت وصبرت ياسر وعملت ياسر وكل شيء وعديت ياسر وداروا بي العبوسات الكل. ام في حاجه بركره ما مانيش مجرم في العبس ولا نعمل في مشاكل لا على سبور. شوفوك سبور ولا تخالط واحد منهم وانا ما خلصتش ديجا. انا فرشي 21 سنه ما قعدت فيها حد وهم يتفرجوا فيا المرابط كلهم في باب الخضره في تونس 70,000 مربوط يعرفني. خلي لك الكلمه الاخيره. الكلمه الاخيره نطلب منك بالله توصلي لي صوتي لسيد الوالي طالب منه يعطيني خير ذو خلينا نشوف حل خاطر انا قصتي هو بيدو يعرفني فهمتني؟ وشوفوا لي حل. 21 سنه ظلم يشوفوا لي حل. ما خذيت شيء من 2012 وانا نشكي يوم جرح الثوره ما خذاوش تعويضات. خلي انا خويا هاني كل يوم بحذاه هاني نمشي له ويستقبلني ساعه صباطه ونكلمته ونقفلته ونعمل لك شيء فهمتني؟ وانا ما عندي حتى مشكله ما عندي حتى شيء. المهم ناقم لان تونسي اللي حطمتني ما حطمتني حتى دوله كانت تونس. انا كجيت نعرف تو 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 انا عديت حبسي 21 سنه وخرجت والله لو نلقى تو ثلاثة طلت ونات للسياد ما نمشي خاطر السياد يبكوا عليه بكاء. وان شاء الله تو نجيب لك كل شيء بيثبت ونجيب لك حتى جريتي السياد يبكوا عليه بكاء وتصويرتي فهمتني؟